في ناس كتير هدفها انها تخس وتنزل وزنها، بس برضو في ناس نفسها تزود وزنها بأي طريقة. فلو عايز تزود وزنك فالفيديو ده ليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دكتور ضياء الدين، والنهاردة هنتكلم عن الجروس فورميلا وهنعرف أنواع وهنعرف الفرق ما بينهم، وكمان هنعرف الطريقة الصحيحة عشان نزود الوزن. في البداية أحب أقولك إن زيادة الوزن بتتم عن طريق إنك تاخد سعرات حرارية أكتر من اللي بتحرقه يوميا، ومن الطرق الفعالة عشان تزود السعرات الحرارية إنك تاخد مكملات غذائية زي الجروس فورميلا اللي بينفع للأطفال والكبار. في الأول نيجي نعرف إيه هي أنواع الجروس فورميلا ونعرف الفرق ما بين كل نوع. رقم واحد معانا هو جروس فورميلا للأطفال، وده بنستخدمه لو الطفل عنده سوء في التغذية أو صعوبة في إنه ياكل، زي مثلا عنده التهاب في اللوز أو شايلهم مثلا، وكمان بيستخدم لو الطفل عنده تأخر في النمو أو لو عايزين نزود الوزن عند الأطفال. رقم اتنين معانا هو جروس فورميلا للكبار، وده بيستخدم في حالات سوء التغذية والأشخاص اللي بيعانوا من نقص الوزن وكبار السن والحوامل والستات اللي بترضع والمرضى اللي بيتعافوا من المرض والمرضى اللي بيحتاجوا دعم غذائي قبل أو بعد الجراحة. رقم ثلاثة معانا هو جروس فورميلا لكبار السن سيلفر 50، وده مكمل غذائي رائع لكبار السن اللي بيعانوا من سوء في التغذية أو عندهم صعوبة في البلع والمضغ أو عندهم نقص في الطاقة الحركية والذهنية أو لو بيعانوا من النحافة ونقص الوزن، وطبعا لو عندهم ضعف في الشهية، وبيساعد كمان في التخلص من التعب والإرهاق. رقم 4 هو جروس فورميلا للحامل، وده بنستخدمه في حالات سوء التغذية عند الحامل، وطبعا كل ست حامل أو بترضع زي ما احنا عارفين بيكون عندها احتياجات غذائية أكتر من الست العادية، فعشان كده المفروض ياخدوا جروس فورميلا لأنه هيمدهم بالعناصر المهمة. والجرعة بتبقى للأطفال أو الحامل معلقة كبيرة ندوبها في حليب دافي أو مية مرتين في اليوم، وللكبار وكبار السن معلقة كبيرة برضو ندوبها في حليب دافي أو مية مرتين لثلاثة في اليوم. وأخيرا أحب أقولك إن البيبسي والحلويات ممكن يساعدوا إن وزنك يزيد، لكن برضو في نفس الوقت ممكن تضر صحتك، عشان كده لو عايز وزنك يزيد لازم تعمله بشكل صحيح، هو إنك تزود وزن العضلات والدهون مع بعض بدل ما تزود وزن جلود البطن غير الصحية. عشان كده أنا بنصحك تعمل الآتي: رقم واحد، لازم تاخد من 700 لـ1000 سعر حراري أكتر من اللي بتحرقه، وتكتر من البروتين والدهون والكربوهيدرات في كل وجبة، وكتر من استخدام التوابل والصلصة، وكل مكسرات كتير على قد ما تقدر، ورز وفاكهة، واشرب لبن كامل الدسم، والعب شوية رياضة وشيل حديد، هتساعدك على زيادة العضلات بدل الدهون بس. وجرب تاخد مكملات لزيادة الوزن زي الجروس فورميلا عشان هي غنية بالبروتين والكربوهيدرات والسعرات الحرارية، وجرب تاخد مكملات غذائية فيها كرياتين عشان بتساعد على بناء العضلات. وطبعا لو عجبكم فيديو النهاردة متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، ومتنساش تنشر الوعي وتبعت الفيديو ده لأي حد عايز يزود وزنه. السلام عليكم.